مرحبا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، المصدر أونلاين يقول إن صنعاء تشهد استنفارا أمنيا غير مسبوق بالتزامن مع تظاهرات حوثية للتخفيف من احتقان الشارع ضد الميليشيا. وفي الصحافة العربية، الجزيرة نت تنشر تقريرا تتساءل فيه عن مستقبل قبيلة حاشد بعد رحيل الزعيم القبلي الأبرز صادق الأحمر. وفي الصحافة الدولية، المجلس الأطلسي الأمريكي يلفت إلى ضرورة استعادة التوازن في المفاوضات، ويرى بأن السعودية والإمارات لن تحصلا على ما تريدان إلا إذا امتلك اليمن مستقبلا. مرحبا بكم. البداية من المصدر أونلاين، والذي نقل عن مصادر محلية قولها إن استنفارا أمنيا غير مسبوق تشهده شوارع العاصمة صنعاء. وأشار الموقع إلى أن الاستنفار الأمني أتى بالتزامن مع مظاهرات دعت إليها ميليشيا الحوثي تندد بما تصفه الحصار المفروض من قبل الحكومة والتحالف العربي. وأوضح المصدر أونلاين إن التحركات الأمنية تأتي بالتزامن مع قلق حوثي وحملات اعتقالات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تصاعد احتقان الشارع في مناطق سيطرتها، والتي يعيش المواطنون فيها أزمات اقتصادية متلاحقة في ظل توقف صرف المرتبات ورفض سلطات الميليشيا صرفها. ولفت الموقع إلى أن الحوثيين رفعوا في مسيراتهم شعارات منددة بالتحالف، وتطالب برفع الحصار المفروض على مطار صنعاء دون قيود أو شروط أو انتقاص، محذرين مما أسموه عواقب استمرار الحصار الظالم وحجز سفن الوقود والبضائع والسلع وفقا لبيان المسيرات. فقد دعت الميليشيا إلى التعبئة الشاملة والاستنفار نحو الجبهات وإسنادها بالرجال والمال حتى يتحقق النصر، حد قولها. كشف موقع اليمن نت عن أن المجلس الرئاسي اليمني يستعد لتعيين رئيس وزراء جديد للحكومة بناء على ضغوط مارستها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها المجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب مصادر اليمن نت، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي اشترط لوقف التحرك في وادي حضرموت تعيين رئيس وزراء من جهته لإدارة الحكومة اليمنية. وقال الموقع إن مسؤولا في رئاسة الوزراء اعتبر الرضوخ للضغوط الإماراتية والمجلس الانتقالي على الحكومة آخر مسمار في نعش الوحدة اليمنية وتقسيم البلاد، مؤكدا أن ما يحدث ما هو إلا تطبيق للاتفاقية الأمنية الخاصة مع الإمارات. ولفت المسؤول إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي وضع على قائمته رئيسا للوزراء أحمد لملس محافظ عدن أو أحمد سعيد بن بريك القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار اليمن نت إلى أن رئيس الوزراء معين عبد الملك غادر العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض بناء على طلب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأن الزيارة لم تكن في جدول رئيس الوزراء أو الحكومة، وأن الطلب كان مفاجئا عقب اجتماع مغلق لمجلس القيادة الرئاسي. وقال مسؤول مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي لليمن نت إن تعيين رئيس وزراء من جنوب اليمن ضروري، بما أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس البرلمان من الشمال، فرئيس الوزراء لابد أن يكون من الجنوب. نشر يما مونيتور في تحليل عن مؤسسة أبحاث بريطانية أن انقسام المجلس الرئاسي اليمني سبب في ازدهار الحوثيين وفرضهم لرؤيتهم في اليمن. وجاء في تحليل تابع لمؤسسة المعلومات العابرة للحدود أن عددا من المراقبين قالوا إن أي فشل للأطراف المتحاربة في اليمن في تجديد الهدنة علامة على القوة المتزايدة لجماعة الحوثيين المتمردة وفشل مجلس القيادة الرئاسي في حل خلافاته الداخلية. وأشار التحليل الذي نشره يما مونيتور إلى أن التوترات داخل المجلس الرئاسي هي نتيجة شبه حتمية للتناقضات داخل التحالف المناهضة للحوثيين، والتي جعلت استمرار الرئيس عبد الرب منصور هادي في منصبه أمراً لا يمكن الدفاع عنه، حيث تم تصميم الهيكل الذي تم إنشاؤه في أبريل بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لاستيعاب هذه الاختلافات بدلاً من حلها.
وفيما يتعلق بتمديد الهدنة، قال الموقع إن عمان سهلت جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرونبرغ، لكن مقترحاته لتحسين آلية المصالحة قوبلت بالرفض من قبل الطرفين، بينما ركز المجلس الرئاسي عمله على تأمين التنفيذ الكامل لبنود الهدنة القائمة. سعى الحوثيون إلى تعزيز موقفهم من خلال تأمين التمويل الحكومي لرواتب القوات العسكرية التابعة لهم. ومن جهة أخرى، يرى يمن مونيتور أن التوترات في المجلس الرئاسي قد تدفع بالسعوديين إلى السعي لتسوية مباشرة مع الحوثيين لتأمين الانسحاب من الحرب. الجزيرة تحكي محطات في حياة الزعيم القبلي الأبرز في اليمن صادق الأحمر، وتتساءل عن مستقبل قبيلة حاشد بعد وفاته، حيث كان للأحمر دور قبلي بارز وقدرة على التعامل مع العديد من القضايا القبلية وفهم الكثير من عادات وأعراف حاشد وغيرها من قبائل اليمن. يذكر الجزيرة نت أن الحضور السياسي الأبرز للأحمر كان عند إعلان تأييده للانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح عام 2011، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات محدودة في ذات العام بين رجال القبائل التي يقودها وقوات الأمن بمحيط منزله في حي الحصبة بصنعاء. ورفض الأحمر مغادرة المدينة رغم تهديدات ومضايقات الحوثيين التي دشنت بالسيطرة على أملاك القبيلة ومطاردة آخرين. وعن مستقبل قبيلة حاشد، يوضح الموقع أن العادة جرت في اليمن على أن ينصب أفراد القبيلة عقب وفاة شيخها أحد أقاربه، وبالتحديد نجله الأكبر ثم الذي يليه، بيد أن ما أحدثته ميليشيا الحوثيين من تأثير على البنية القبلية وترتيبات زعامتها وعاداتها وتقاليدها وتغيير ولاءات وجهائها، وما حدث في قبيلة حاشد بالتحديد جعل من استمرار ذلك العرف القبلي بالشكل المعروف أمرا صعبا، ومحط أنظار الحوثيين وأطماعهم بتفكيك القبيلة واستهداف زعاماتها. ووفق مصدر مقرب من الأسرة تحدث للجزيرة نت، فإن مشيخة القبيلة ستنتقل للابن التالي للشيخ عبد الله، وهو حمير الأحمر الذي ما يزال باقيا في صنعاء ولم يغادرها رغم سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر أيلول 2014. نشر مركز أبحاث أمريكي تقريرا قال فيه: لن يحصل السعوديون والإماراتيون على ما يريدون إلا إذا امتلك اليمن مستقبلا. وفي إشارة للدولتين، قال المركز: بدلا من الاستسلام لمطالب الحوثيين المتغيرة بشكل متكرر، يجب على هؤلاء الحلفاء محاولة استعادة توازن القوى في المفاوضات. وأكد التقرير الذي نشره المجلس الأطلسي الأمريكي على أن جعل التحالف الذي تقوده السعودية يوافق على رؤية موحدة وموقف تفاوضي من شأنه أن يعيد توازن الصراع بشكل فعال ويقضي على ميزة رئيسية للحوثيين، وهي الخصم المنقسم. ويرى التقرير أن استعادة توازن القوى في المفاوضات مع الحوثيين ليس حلما بعيد المنال، سيكون للتحالف الموحد فرصة أفضل لتمديد وقف إطلاق النار بشروط مواتية. وأشار التقرير الأمريكي إلى أن استعادة التوازن بين القوى يتطلب اتفاق أعضاء التحالف الرئيسيين أولاً على مستقبل اليمن ودور كياناته السياسية المختلفة، ويجب إجراء مفاوضات المسار الثاني المباشرة أو غير المباشرة لتحقيق رؤية ائتلافية موحدة بحسن من الإلحاح، حتى يدرك الحوثيون أن التحالف متحد بشأن هذه النقاط. وفي ختام السلطة الرابعة، أترككم مع ريشة الفنان رشاد السامعي مع هذا الكريكاتير. إلى اللقاء.